ومصر ماشية في الاتجاه، واحنا ماشيين في الاتجاه بتاعنا زي ما احنا مخططين ليه، ومش حاجة زي دي اللي هي هتوقع مصر. المتوفيين هنشوف، هنبحث مواقفهم، وان شاء الله هنديهم التعويضات لاهاليهم. بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات، شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد. كان فاكر حكمه يوم هيخلي في اعلى مكان، والشعب الثوري يركع للعسكر زي زمان. اتلق في كلابك كمان والفوضى في كل مكان، عمري ما هديك الامان ولا تحكمني يوم كمان. اطلق في كلابك كمان والفوضى في كل مكان، عمري ما هديك الامان ولا تحكمني يوم كمان. في بورسعيد كلاب لما العسكر فتحوا الباب، اتطلقوا والفوضى عمت وقتلوا اغلى الشباب. منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد، راحوا وكان مناهم حكمك لاغي في البلاد. يا مجلس يا ابن الحرام، بعت دم شهيد بكام لاجل ما تحمي في النظام اللي انت منه كمان. يا مجلس يا ابن الحرام، بعت دم شهيد بكام لاجل ما تحمي في النظام اللي انت منه كمان. في بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات، شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد. كان فاكر حكمه يوم هيخلي في اعلى مكان، والشعب الثوري يركع للعسكر زي زمان. اطلق في كلابك كمان والفوضى في كل مكان، عمري ما هديك الامان ولا تحكمني يوم كمان. اطلق في كلابك كمان والفوضى في كل مكان، عمري ما هديك الامان ولا تحكمني يوم كمان. في بورسعيد كلاب لما العسكر فتحوا الباب، اتطلقوا والفوضى عنت وقتلوا اغلى الشباب. منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد، راحوا وكان مناهم حكمك لاغي في البلاد. يا مجلس يا ابن الحرام، بعت دم شهيد بكام لاجل ما تحمي في النظام اللي انت منه كمان. يا مجلس يا ابن الحرام،